صيف والشتاء. وأسعد الله مساءكم بكل خير. بدأنا رحلتنا مساء النهارده. كام النهارده؟ 19، النهارده 20 بقى، صباح يوم الجمعة بقى الساعة 1 بعد منتصف الليل. أبو أنس بيظبط عدته، كابتن جمال، محمد باشا، وبالسيد وهاني قاعدين هناك بيظبطوا العدة بتاعتهم. إن شاء الله يطلع رحلة حلوة، وهعطيكم الصور والفيديوهات إن شاء الله. نراكم على خير. ايه ده؟ هنا تحس عامل رصاصه. ايه ده؟ هنا ما شاء الله، ده عامل العفريت. اقل حاجه عندي ده. ما انا عارف، انا عارف يا عم، ده الناس ما شاء الله ناس عارفين. لازم الواحد يتصابر الاول. برافو يا ابو ياسين. ابو ياسين هو اللي صيدها يا جماعه. شوف طالع عامله ازاي بعد الاصابه. سلامات. ما شاء الله، ده ايه ده؟ اسره متكامله صحيح، على رايي هاني صحيح. ما شاء الله. يا ما شاء الله عليك، برافو عليك. الرحله اللي بعديها بقى ان شاء الله تطلع حاجه احسن. بسرعه بقى يا بوس. يلا 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 بسرعه. يلا شيك، ما شاء الله ما شاء الله. يلا الله ينور عليك. شعبيه حلوه جميله. الله ينور يا جيمي. الحمد لله خلصت الرحله على خير، على شويه يمين.